علي عبد الحفيظ. خالد عمر ابو بكر. البكوش محمد علي عدي. اسمعك سهل مع بقاله ولا عبد الجليل عمر ميلاد. في حد ما اسمع اسمه بتبيع. عربي سليم محمد. عربي خير بابا. حامد علي عبد الحفيظ. طبعا اليوم اجرت القرعه لذوي الاعاقه وفئه الصم، وكانت في اجواء بصراحه ممتازه، وتمت تخصيص عدد 12 مركبه طبعا لكل دفعه، الدفعه الاولى 12 والدفعه الثانيه 12 والدفعه الثالثه 12 والرابعه 12 لمكتب خدمات بن دبي، مكتب خدمات الغريفه، مكتب خدمات اوباري. وان شاء الله بعد غدا ستنطلق اللجنه الى مكتب خدمات غات ومكتب الخدمات العويلات لاجراء القرعه لفئات ذوي الاحتياجات الخاصه والصم. كيف هو شعورك؟ والله كنا سعداء جدا بالمشاركه في هذه التظاهره، ونشكر اللجنه المنظمه وكل من ساهم في انجاز هذا العمل.